يدخلوا لاعبين اللي عندهم نزعه هجوميه اكثر، لكن مع ذلك ما كانش واحد النجاعه هجوميه. كنا شفنا اللاعب يقتصر بشكل اكبر على بديع اوك في الجهه اليمنى، الجول ديال الكرات في الشوط الاول كانوا كيمشيو، في حين ان الرجاء البيضاوي لعب باريحيه كبيره في الجوله الاولى. باش كتفسر هذا عدم دخول لاعبين اللي بغينا نقولوا في اللقاء منذ الجوله الاولى؟ ثم الشوط الثاني شفنا كريم البركاوي اللي نقدروا نقولوا ان جوكر ديالك، لانه كما شفنا كريم البركاوي كنشوفوا مجموعه من السيناريوهات ديال المباريات الفائته كنشوفوه كيدخل كيعطي واحد الشونجمون كومبلي اللقاء، وفعلا هو اللي جاب ضربة جزاء وكذلك الهدف ديال التعادل. لكن الهدف ديال التعادل مباشرة من موراه كان بإمكان فريق الحسنية أنه يسجل الهدف الثالث، لأن اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي يقدروا نقول أنهم تزعزعوا شيئا ما، لكن علاش تراجعوا؟ علاش ما بقاوش غاديين في ذاك الدفاع اللي كان عليه؟ شكرا. شكرا على السؤال. أعتقد اللي شاف المقابلة اليوم أنه شاف مقابلة ما أخر شيء الملاعب باش غيعكسوا، لأنها كانت مقابلة كما قال الحاج جيدة، ومقابلة ما بين فريقين اللي معروفين بالبوتونسيال ديالهم، سي أن بوتونسيال اللي فريمون تريز ألاردور، وبوي عرفنا الرجاء البيضاوي فريق اللي هو عرض تاريخ، فريق اللي هو ماشي سهل لو مانيمون ديالو. ثانيا فريق الرجاء هو من بول الفرق اللي هو اللي إلا خليتي له المجال أنه يديفلوبي لو جو ديالو يمكن له ينتصر عليك بشحال ما بغا. إذن كان من لا كونسيبسيون ديالنا لو ترافاي كو في أو بريالابل، دونك ترافاي باش نهبطو على الخصم من البداية. فالي دونك فوزافي في كو بامال دو فوا مشينا كنمشيو اون ايغاليتي نيميريك من بعد ما كنختطفوا الكره من وسط الميدان بالضغط الجماعي في الشوط الاول. كانوا اربعه ولا ثلاثه، مره ارسيني كيضربها من البعيد، مره بامال كيضربها من البعيد، مره بركاوي كيضربها من البعيد، كانوا مازال نزيدوا في لا تروازيام فاز، فاز دو بريفيليتي. دونك لا فاز دو بريفيليتي اون فوا كونترون البالون لي جوار بانيك، لي جوار اي نو فون با لو بون شوا في لو بون مومون. دونك دايور ان تير ا ايغاليتي نيميريك سا نيكزيست با. L'égalité numérique, ce sont des équations résolues dans le DAC, et même si ben la Ibochendo, ou là, un joueur en égalité numérique, on part dans l'OP. Et puis je viens de me déclencher un tir ou un déchet. Donc c'est le fait. À 3-4 plus, on a quand même Haoulou, ou là, on a eu le Foras Sani Hachid, quand il va le Hassan Zavidif, je trouve. Très bien. Et on a eu les. ما نشوفوش كنشوفو لو بروجي دي بيك، بروجي دو بيك لانه ملي كتفتك الكره في تروازيام فاز ديال ليكيب ادفيرس وكتمشي بهذاك، سو سون دي شوز اللي هما سور 4 بالون تماركي جوج، حنا سور 4 بالون ولا 5 بالون وماركي ثلاثه وحده، هذا شيء. ولكن مع ذلك ف كون لو مالو فيان نو فيا با تو سول، جات من بعد قبل من واحد ثلاث دقائق ولا ما عرفتش تقريبا ديال لا تسجل اصابه هذيك جو بونس لو رجا الى في لا شونس دو سكوري في دي مومون اللي هما اللي كيتمناو اي مدرب، هو انك تسكوري في التالي ديال الشوط او في بدايه الشوط الاخر، شيء اللي كان بالنسبه للرجاء البيضاء. ولكن مع ذلك كنعتقد انه لي لانجيكسيون كون ايسي دو فير بالنسبه لي changements qu'on a opérés, ce sont des changements qui ont apporté un surplus malgré le fait de 2-0 si on revient sur le score. أعتقد أنه ماشي من السهل، ولو أنه فعلا ساعدتنا شيء آخر هو نقص العددي ديال فريق الرجاء البيضاوي، أن الواحد يكون موضوعي مع نفسه ديال القراءة موضوعيا هذاك، ولكن كنعتقد أنه كنا فعلا أنه لو فيت دو فوار ماتنون لو سكور فينال أ دو بارتو سي سوا ديزون بوزيتيف، نظرا لأنك كنت متكلف بجوج إصابات كيفما كان. ولكن من خلال ما كنت اطالب به اللاعبين في الربع ساعه الاخيره ديال المقابله، ربما ما كانش تطبيق 100%. اولا ثانيا حتى الاصابه ديال راقم لعبنا صحنا ب 10، لان سفيان طلال تقريبا خرج من لو سيركوي بريفيرونسيال. سفيان طلال برسك بقى انا كنزيدو فيه حنا والطبيب وداك الشيء غير باش يبقى يوقف، غير بور كومون ديريج فير اون فيغوراسيون ولا هو ستاتيك دون لير دو جو سي سا. دونك تقريبا هذا لو كان لقينا بداك الشكل تكون، ولكن كان بينهم الفريقين.
حاجه اخرى هو المطالبه ديال المربي بالنسبه للجماهير ديالنا زي لانه فروق اللي كتشوف فروق كتلعب على الادوار الطلعيه فروق كبيره تقول البطولات كلها خصك يكون عندها جمهور بحالها اللي كتشوف انت كتهز راسك اليوم كتشوف بان الجمهور ديال القاسم قدنا تقريبا ولا اكثر من قبل هنا تيبان الوقت الواحد مايبقاش يعبث يبقى يهضر في وراء الستار ناس اللي عنده انتوما ماشي كنبح لكم الورود بكل صدق ناس ديال اكادير والناس ديال هذا والناس الغيورين الحسن تاكادير والناس المغربيين هذا كله لانه اكادير مع الاسف هذه واحد لو ديلام اللي غير مفهوم اكادير هي اللي خصها تكون عندها الجمهور هي اللي عندها في الجمهور في المغرب كامل فين ما مشيتي كتلقى خارج الوطن كاع كتلقى شلوح كتلقى الناس صغيره فاذا بهم كتجي وجوج كتلقى الناس دونك وشنو هو الدور الايجابي اللي يلعبوه الجماهير بالنسبه لو انني كنقول كنقرها انه كان شوفوا نديروا السيناريو ديال المقابلات اللي دازوا السنه الماضيه ولا شي حاجه كيكون الملعب مملوء على الاخير كيكون النتائج باهظه بالنسبه للحزب لو كان الجمهور كان يلعب الدور ديالو كانت تكون مقابله شكرا هذا النداء ديالي بالنسبه لهذا باش الناس تجي تعاون هاد اللاعبين لان هما شفت انا الانكلوسيون ديال الانكوربوراسيون ديال جو سوي تخي فيير que ce soit pour les deux et la Berkaou. Ibn Fayyamara et Ibn Azbin, pour les sept clients, la Ibn Sawafé, ou la Ibn Khalouk, ou la Ibn Kartel de Bafa, ou Ibn Farid, donc il y a une scène, il y a un peu de... Il y a un peu de Saad Morsi, il y a un peu de Saad Morsi, et il y a un peu de Saad Morsi, et il y a un peu de Saad Morsi, et il y a un peu de Saad Morsi, et il y a un peu de Saad Morsi, et il y a لابور كي لافي سعد المرسي سي ان لابور اللي نهزلو قبعه وصغير وكيلعب بهاد المقابله متخلفين بجوج ديال الاصابات ولا بجوج الاصابات للصفر ويدخل في ذاك اللحظه وداك الشيء غادي تعطي ان ايرو بور ليكسيلون طالون كي لا دونك هذا اللي يحبوك جو كور ديرير دو ليفر على الاخر نربحو لاعب ونربحو المقابله ولو انه فعلا انتصار شي دو انتصار لان لو فيت دو ديرير لو سكور هو السلام عليكم سعيد هادي واش ما كتشوفوش بان اول حاجه جديده اليوم هي بالنسبه لكم هي بغينا نقولوا اكادير نصف هزيمه بالنسبه للفريق الحسيني ديال اكادير واخا تكون لعبه الرجاء يعني بغينا نقولوا فريق الرجاء بقات فيه غير سميه مابقاش كيخلع كيف كان الناس كانوا كيسمعوا الرجاء الوداد كانوا كي شويه كيدخلوا جاي يلعب مع الرجاء مع الوداد كتكون شويه ديال الخلع ثانيا الفريق الرجاء كيتشكوا من الكره فاش احد لاعبي الحسنيه وسط الملعب وقفوا اللاعبين كانوا كان كيتروا الكره تخرج تخرج للتوش فاذا بين اللاعب لعب الكره فهي هي اللي اثمرت عند ضربه الجزاء شكرا سي مريطو على السؤال اعتقد ما كاينش الاجابه اللي نعطيكم لو رجاء انا ما كنشطرش الراي ولا زعما كنحترمكم كقلم اونور دوبوي لونتون parmi les journées de mort تاع la presse écrite région locale et régionale marocaine bien sûr انا لا قراءة ديال هذاك باش نكونوا موضوعيين نكونوا راه لو راجا دو كازابلانكا اي رونفيرم دي جوار اللي هما انا ما نبغيش نستسلم ما نبغيش نقيسهم بالعكس خصني نعكس اللاعبين ديالي ما نقولش انا هما افضل ولكن راه نقرا بوست بار بوست نقرا بوست بار بوست دي جوار يعني رجا كتبقى رجا كبير فريق كبير عبر التاريخ ولحد الان واليوم Le potentiel que regorge le Raja de Casablanca qu'on a affronté aujourd'hui, c'est un Raja très 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 fort. Et puis, quand il se prend le score une fois, oui, j'ai dit, il y a un peu de temps,
راسه قبيله ما هي الا من نشد حراره عيد اللاعبين اللي ما كنحطوش يديهم اساسا وبقاو في المقاومه وشي جوج اصابه وشي جوج اصابه ثانيه ولو وكان كان شويه الوقت وكان ما تبليسش سفيان او لو كان شويه الوقت ولا هذاك كانت تكون كلمه اخرى لانه يسوفي ان بالون دون لو فون دو فيلي اي اون اون بونجي 3 بوان دونك جو كخوا كو لو راجا من لو راجا ريست لو راجا ان موكر c'est un grand club بتاريخه بلاعبيه باليوم اللاعبين ديالو بالستاف تكنيك ديالو بالجماهير ديالو بالمسؤولين ديالو بتاريخه ما ممكن بكل سهوله. سؤال اخير اللاعب كريم بكاوي توتو سي عسكري. شكرا سي هشام. قبل ما ندوز سي كريم البركاوي سي عبد الهادي يعني هنيئا لان نتيجه التعادل من فريق قوي الرجاء البيضاوي ليست بالنتيجه هينه. لاحظنا بان قراءه جيده خصوصا حسنيه اكادير الجوله الاولى دائما تكون شويه ديال قراءات ربما يعني نقدر نقولوا ماشي مجانبه ولكن تكون شويه ثقيله، ولكن الجوله الثانيه دائما يعني تتكون جولتكم بصراحه قراءه جيده واستطعتوا ترجعوا في المباراه. هذا الفضل كيرجع خصوصا للاعب الشاب اللي قريب ليك اللي هو كريم البركاوي اللي كنتمناو ليه مزيد من التألق. كريم يعني نخليو ليك باش نعطيك سؤال اكاديمي، نخليك غير قراءه في المباراه وكيفاش انتم كلاعبين كتحسوا بمثل هذه المباريات والمستقبل ديال الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنبغي نقول انا اللي تفرجت في هذه المقابله راه ما ضيعش وقته، تفرج في المباراه تفرج في الاهداف. الحمد لله حنا كنا داخلين الاول عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه على 3 نقاط. بالدخول في المباراة بالشوط الأول الدراري كانوا عازمين، لكن بعد الضغوطات كان شوية ديال الهفوات، تسجل علينا الهدف الأول لكن الدراري ما طيحوش بيديهم، بقينا عازمين باش نرجعوا في السكور. الدخول في الشوط الإضافي الثاني زاد إصابة ثانية، هذا ما أثرش على الدراري كما كيعرف جميع حسن الكبير منذ قدوم السي عبد الهادي السكيدي والفارق. دائما كنكونوا منهزمين في الشوط الاول لكن كنرجعوا بسرعه في السكور وكنحققوا نتيجه ايجابيه، وهذا انا معروف على حسن اكادير في جوج المباريات ديالو خصوصا داخل مدينه اكادير اللي كيتفرج في ملعب الادار كيتفرج في مقابله اللي جد جميله. الحمد لله كنا ما طيحناش يدينا وكنا عازمين بنا نرجعوا في المقابله. دابا تلينا سجلنا الاصابه الاولى، سجلنا الاصابه الثانيه، كنا نسجلوا الاصابه الثالثه لكن عامل الحظ ما ساعدناش. الحمد لله كما عرف الجميع فريق الرجاء البيضاوي ماشي فريق سهل خصوصا لو كتكون عناصر شابه. الحمد لله انا نقول وانا فريق حسنيه اكادير غادي يقول الكلمه ديالو خصوصا شكرا. شكرا لكم على فرصتكم بحضور الكريم.